المزرعة العالمية في قطر، مزرعة أخونا علي بن أحمد الكعبي. وأحمد ما شاء الله، هذا شو الصنف هذا؟ هذه سوبر ريد هايبريد من أصناف البراون، من أصناف يعتبر من أصناف البراون. زين، خلني الحين أدوس لك أنا، بس بعطيك معلومة. أنت من مساعة أنا قاعد أقطع لك السكين، هذه أمس جايبها لك من أبها. الله يطول عمرك، الله يطول عمرك. الله يطول. شوف، من الأصناف يعني ممكن أنت لا يغرك إنه والله لا في البياضة وإنه مو مستوية، لا نعم. مستوية على الآخر وناضجة، والدليل التشققات اللي شفتها. نعم. وأحمد في سؤال دائما وأنا وعدت الجماعة أن نجاوب عليه. تفضل. أنا مطلع كثير على الأصناف الماليزية، إن البراون